وفي تأسيسها لبنية تحتية في مجال الرعاية الصحية، أشركت دولة الإمارات القطاع الخاص فأنتجت قصص نجاح تخطت حدود الدولة. نعم أمل، ساعد مناخها الاستثماري في جذب رواد الأعمال الباحثين عن الفرصة، فشهد قطاع صناعة الدواء في الدولة طفرة عززت جهود الأمن الدوائي. لايف فارما بدأت كصيدلية صغيرة في قلب دبي لتصبح اليوم شركة عابرة للقارات في صناعة أدوية الأمراض المستعصية تحمل دمغة صنع في الإمارات. نعم محمد مشاهدينا، وتحت مظلة بيئية استثمارية متقدمة في الدولة، تطور أداء المصنع ويتجه الآن إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأدوية. نتابع مع أثير بن شكر. هكذا تبدو الصورة حين يثار الحديث عن الأمن الدوائي في الدولة. هنا لمصنع لايف فارما الذي ينتج الأدوية في الإمارات ويصدرها إلى دول في أمريكا الشمالية وحول العالم، قصة تداخلت فيها الفرص مع المناخ الاستثماري الجاذب لتنتج نموذج نجاح عالمي بدأ هنا على أرض الدولة. تأمين الدواء إحدى الخطط الاستراتيجية التي تعمل من خلالها الإمارات على زيادة حصة إنتاج الدواء في الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعة الدوائية وتعزيز قدرات المصانع المحلية على التصنيع وزيادة جودة المنتجات الدوائية، إلى جانب توسيع أسواق التصدير إلى الخارج. بدأنا رحلتنا في الصيدلة عام 2012. في ذلك الوقت كان الحلم هو التصنيع هنا في الإمارات والتصدير عالميا، وبمؤشر الإمارات العالي للجودة سنكسب ثقة الدول الأخرى للتصدير لها. لقد جئنا بحلم كبير، وبعد 10 سنوات أصبحنا نصدر الأدوية لجميع أنحاء العالم. منذ إطلاق مصنع لايف فارما أتاحت له الدولة بتشريعاتها المتقدمة وبيئتها الاستثمارية النشطة عقد شراكات مع الشركات العالمية المتقدمة، ما مكنه من إنتاج أدوية ولقاحات وزيادة قاعدة التصنيع الدوائي بمختلف التقنيات التكنولوجية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأدوية. تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع لايف فارما اليوم 2 مليار قرص و600 مليون كبسولة و30 مليون زجاجة دواء سائل سنوياً، إنتاج يساهم إلى جانب مصانع أخرى في الدولة في سد نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي تحقيقاً لاستراتيجية الأمن الدوائي، ويساهم أيضاً في تعزيز العلامة التجارية للدولة صنع في الإمارات من خلال تصدير منتجات دوائية إلى أسواق تتمتع باشتراطات جودة عالية. احنا مختارين مولكيول او اصناف مش من السهل تصنيعها في اي بلد تاني، منها للالزهايمر وللكدني للكلى لامراض الكلى، والحمد لله نجحنا ان احنا بقالنا 1 year دلوقتي بنصدر لكندا، واصلين ل 200 مليون جرعه في لكندا والامريكا. أرض ما يدعو للطمأنينة والفخر، صناعات بدأت بقصص نجاح فردية وتحولت مع الوقت إلى قطاعات صناعية تلتقي في خططها مع رؤية واستراتيجية الدولة في التحول إلى مركز صناعي يصدر منتجاته إلى زوايا الأرض الأربع. أثير علي بن شكر، تلفزيون دبي.